السلام عليكم، انا جيت للسنتر دو ترانسفيزيون هنا في تطوان حيت فريمون قلبي مزير على هذا الشيء اللي وقع اليوم في المغرب ولا البارح في المغرب. كنشجع كل شيء باش يجي يتبرع بالدم حيت حنا فريمون محتاجين لهذا الشيء، وحنا خصنا نضامنوا، حنا كمغاربه خصنا نجمعوا سوا باش نضامنوا على هذا الشيء اللي وقع البارح. والله يرحم الضحايا، انا لله وانا اليه راجعون.